احتفالات عارمة في العديد من المدن المغربية، انتصار تاريخي وتأهل مستحق للمنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم يدخل الفرحة إلى قلوب المغاربة. المشهد من العاصمة الرباط، احتفالات كبيرة بهذا الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس. ديما مغرب رجال لعبوا بزاف، برافو عليهم، فيليسيتاسيون كاع المغاربة، وديما المغرب إن شاء الله، ولاكوب ديال المغرب إن شاء الله 100%. ديما مغرب، فيف وليد، فيف الخشاب، فيف لو ماغوك، ديما مغرب، فيف لو ماغوك. النية يعني هي اليقين بالله، والحمد لله، وديما مغرب، ديما مغرب، وديما مغرب، وغادي ناخذوا الكاس. كنا كنتوقعوا من المغرب يربح، والله الا حنا مشجعين ومن الاول. ها هو ما عمري ما حيدت التونو هادي، ونوصلوا حتى للفينال ان شاء الله. لم يختلف الوضع كثيرا في الدار البيضاء، اجواء الفرحه عمت شوارع المدينه، هتافات وصيحات من جميع الفئات فرحا باداء عناصر المنتخب المغربي في المباراه التاريخيه ضد نظيره البرتغالي. عاش المغرب، وان شاء الله كل شيء غيكون مزيان، ان شاء الله لافينال ديالنا كنا بغينا، غير كنا بغينا. شعور لا يوصف، وحنا كنربحوا البرتغال وهذه المباراه تبارك الله. كنشكر حكيم زياش، كنشكر بزراوي، واخا ما كانش اليوم شوف فرحونا، وحق الله كبيرنا وصغيرنا والدينا كلش كيبكي. كنبغي المغرب بزاف بزاف، وفيفا ماغوك. وتأهل تاريخي للنصف النهائي ديال كاس العالم، وكنتمناو ان شاء الله انتصار نحقوه في المقابله المقبله، ولما لا نتأهلوا النهائي ان شاء الله. تحيا المراب، تحيا المراب. اخويا احسن ماتش داز في الكره الارضيه هو ديال اليوم ديال المغرب، وعاش المغرب، وغنديو الكاس ان شاء الله، وغنديو الكاس. محمد عاش المغرب، عاش المغرب. ماتش زوين، وكنشكروا الركراكي والجامعه الملكيه والله ينصر سيدنا. تأهل المنتخب المغربي كأول بلد عربي وإفريقي إلى نصف النهائي أدخل الفرحة إلى قلوب ساكنة مدينة طنجة. هنا في شوارع عاصمة البوغاز لا صوت يعلو على صوت الاحتفالات، لحظة تاريخية وإنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المغربية. إلى مختلف الساحات حجت ساكنة الأقاليم الجنوبية للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. شوارع مدينتي العيون والداخلة تزينت بالأعلام الوطنية، فيما ردد المحتفلون النشيد الوطني ابتهاجا بهذا التأهل. فصل جديد يكتب إذن في تاريخ كرة القدم المغربية، وإنجاز كروي غير مسبوق أثبت أن لا شيء مستحيل في لعبة كرة القدم. إنجاز تاريخي حققه أشبال المدرب وليد الركراكي في مونديال قطر، فيما أعين المغاربة مركزة على ما تبقى من هذا المونديال في ظل آمال بتحقيق المزيد من الانتصارات.